السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم في قناة بروفسوت. الفيديو ده في القناة إن شاء الله النهاردة تكملة لدورة الإيمج بروسيسنج شارب استعمال إنجو سيفي. إن شاء الله النهاردة هنشرح الفورير ترانسفورم أوبريشنز. شرحنا المرة اللي فاتت الإنفرس فورير ترانسفورم، قبلها كنا شرحنا الشو بتاع الفورير، إزاي نظهر الفورير وبتاع، وتعاملنا معاه، خدنا شوية أمثلة كده عن الفورير ترانسفورم. النهاردة بس هتكون فكرة بسيطة إن إحنا هنعمل بلور للصورة بتاعتنا في الفورير ترانسفورم. هنتعلم ازاي نعمل الاوبريشنز دي، هنحول الصوره بتاعتنا من سبيشال دومين للفريكوينسي دومين، بعد كده نعمل على الفريكوينسي دومين ده بلورنج، بعد كده هنرجعها تاني للسبيشال دومين. الناتج هو هو لو انت استخدم لو انت استخدمت البلور العادي. انا بس بوريك ازاي بنعمل العمليات على الفريكوينسي دومين. طبعا انت احنا هنحتاجها في حاجات تانية، ده ان شاء الله لما نيجي نشرح مثلا الدي بلور ولا حاجه زي كده هنحتاج العمليات اللي احنا هنستخدمها دي. في السبيشال دومين كنا بنعمل بلورنج ازاي؟ كنا بالكيرنل بتاعتنا المعروفه اللي هي بلورنج بقى على حسب النوع الكيرنل اللي بتستخدمها، جاوسيان بلور اي حاجه. بتجيب الكيرنل دي تعمل لها كونفاليويشن، بتضربها في الماتريكس، بتعدي عن الماتريكس كلها بتاعت الصوره وتضرب القيم دي وتاخد وتاخد المتوسط، تجمعهم كلهم وتقسمهم على عددهم، خلاص انت جبت كده جبت البلورنج بتاع الصوره. في الفورير ترانسفورم في الفريكوينسي دومين تحديدا مفيش الكلام ده، احنا بنحول الصوره بتاعتنا للفورير ترانسفورم للفريكوينسي دومين، وبنجيب الكيرنل بتاعتنا بنحولها للفريكوينسي دومين، بس الكيرنل بتكون بنفس حجم او مش بنفس حجم، هتشوف دلوقتي، يعني بنحطها في حجم الصوره، يعني بناخد كوبي كده من الصوره بتاعتنا بنحط الكيرنل بتاعتنا في نص بنص الصوره اللي احنا عملنا لها كوبي دي، طبعا كوبي بلانك، يعني هي ما فيش اي، هي بس احنا واخدين السايز بتاع الصوره، بناخد الكيرنل دي نحطها في نص في السنتر بيكسل، بعد كده نعمل الاثنين فوريير ترانسفورم، بعد كده نضربهم هما الاثنين في بعض بالمول سبيكترمز اللي احنا الداله الجديده اللي احنا هنشوفها دي اللي هي دي، بعد كده بنرجعهم هما الاثنين عادي بالانفيرس، بعد كده بنظهرهم. دلوقتي تعالى كده نخش في كود على طول. بنقرا هنا الايمج بتاعتنا اهي، بعد كده عملت انا ايه، بدل ما يكون الكود طويل شويه فانا استخدمت الدوال فوق هنا، دي طبعا داله الشيفت اللي معروفه عندنا، ودي دي الاف اف تي، دي الداله اللي هي بتعمل فورير ترانسفورم للصوره بتاعتنا، هي بتاخد كائن من نوع مات وبترجع لي ماتريكس دبل، عشان انت ممكن ترجعها كمات برضو عادي، بس يعني اختصار الوقت وعشان نقعدش برضو نقعد نحول بقى للماتريكس ده عادي، لا احنا خلينا نرجع لها ماتريكس على طول. نفس الحكايه على طول، نفس الحكايه اللي احنا عملناها، بنعمل بلانز 1 بعد كده بنحط فيها الايمج بتاعتنا اللي هي المات، بعد كده عشان ندخلها عشان نعمل ونعمل عليهم ميرج، بعد كده بندخلهم للدي اف تي عشان يطلع لنا الاعداد التحقيقيه والاعداد التخيليه مصفوفتين، بعد كده بنرجع الدي اف تي اللي طلعت دي اللي هي المصفوفه دي بنرجعها في الماتريكس هنا. جبنا هنا الاف اف تي بتاعت الماتريكس، بنقول هنا اورج اللي هي الايمج اللي احنا جبناها، طبعا احنا بنقراها باول حاجه بايت، بعد كده لازم نحولها لجراي دبل اهي دي دبل، بعد كده بنديله الخاصيه اللي هي دوت مات، بنديله الداتا بتاعت الصوره دي، بعد كده بنيجي هنا نعمل الكيرنل اللي احنا استخدمها في البلورنج، هي دي اسمها ده اللي انا عملتها اسمها كريت كيرنل، بتاخد الاورج دوت سايز اللي هو حجم الصوره وحجم الكيرنل، انا اقول مثلا 3 في 3 مثلا، نطلع كده نشوف الداله بتاعتنا اللي هي الكيرنل هنا، بنعمل صوره جديده او اي صوره جديده اسمها كيرنل اهي، بعد كده بنقول سيد كيرنل دوت سيد 0 عشان نخلي كل كام ب 0، بعد كده بنقول انت سي اكس اللي هو نجيب الكوردينيت بتاع السنتر بيكسل بتاعت الصوره، بنقول كيرنل دوت كولمز على الاثنين والسي واي دوت كيرنل دوت روز على الاثنين، والاثنين بنعمل لهم كاست بالانت. سيبك من دي دلوقتي، ننزل تحت كده، احنا دلوقتي احنا هنستخدم هنرسم الكيرنل بتاعتنا، بنقول سي في انفوك دوت سيركل نرسم الكيرنل في البوينت سي اكس وسي واي والراديوس بتاعتنا والنيو ام سي في سكالر 255 وسالب واحد عشان اللي هو اخر كلمه سالب واحد عشان يعمل فيل للدايره اللي احنا هنرسمها. ممكن انت ترسم ريكتانجل عادي اللي هي الداله اللي هي قصدي الكيرنل اللي هي الاعتياديه اللي هي تبقى على شكل مربع دي، بس انا ايه حبيت انا اوريك ان هي ممكن تتعمل بالسيركل يعني.
السالب واحد دي معناه ان انا بعمل فيل، يعني مش برسم الحواف بتاع الدايره، لا انا بعمل برسم الحواف وبرسم بعمل لها فيل، برسم الدايره كلها. بعد كده ايه، انا دلوقتي معايا 250 كل اللي هي الكيرنل بتاعتنا ايه، يا اما صفر يا اما 255، فانا عايز احول الكيرنل دي، عايز اقسمها على عددها، عايز اقسم مجموعهم كلهم على عددهم عشان اقدر، عشان يبقى مجموعة واحد عشان اقدر اضربها في الايمج بتاعتي. فانا بقول جري جي بتساوي كيرنل دوت جيت سم، بيجمع لي كل القيم اللي في الكيرنل بتاعتي اللي هي الصوره، وبقول الكيرنل بتساوي الكيرنل القديمه اللي هي الصوره بتاعتنا على جي دوت انتنسيتي، بيقسم كل قيمه على مجموع القيم. طبعا الصفر على اي حاجه اللي هي البكسلات، اللي احنا مش عايزين الصفر على اي حاجه بصفر. 255 مثلا، لو انا عندي مثلا 3 بكسلات، ف 255 على 255 في 3 بيطلع لي نسب مئويه مثلا 0.3 عشان يبقى مجموعهم كلهم واحد عشان نقدر نضربها في الايمج. بعد كده بنقول ريتيرن كيرنال. طبعا احنا هنستخدم مثال تاني هنا، انا بحب ده اللي هو اللابلاس، اللي هو اللابلاسيان. انا بستخدم هنا بس البلورنج، هنشوف دلوقتي ازاي نستخدم اللابلاسيان. من تحت عملنا الكيرنل خلاص اهي كيرنل. بعد كده بنعمل شيفت للكيرنل دي، بنعمل شيفت للكيرنل عشان حطيناها في النص، فاحنا لازم نعمل لها شيفت عشان نقدر نضربها في الصوره. فبنقول شيفت كيرنل دوت مات. طبعا احنا مش يعني احنا عايزين نعدل في الكيرنل نفسها، فاحنا مش هنعمل ريتيرن لاي ماتريكس، احنا هنعدل في الكيرنل دي على طول. احنا بنعمل تأشير على الداتا، نزلنا كده تحت كده، احنا بدون كيرنل دوت مات احنا بنخلي الدال اللي هي الشيفت دي بتأشر على الماتريس، بتأشر على الداتا اللي بتاعت الكيرنل دي. فأي تعديل في المات دي فبيعتبر انا بعدل في الكيرنل الأساسية عادي. فلما تخلص الدالة دي طبعا انا كده عدلت في الكيرنل بتاعتي. بعد كده بقول ماتريكس دبل دي اف تي 2 بتساوي اف اف تي دوت كيرنل دوت كلون دوت مات. طبعا دوت كلون عشان يعني انا بعمل تحسبه لاي تغيير، مثلا في مثلا لو حصل اي تغيير جوه في الداله، فانا بقول دوت كلون احسن عشان ارجع كائن جديد متأشر عليه بدل ما اشر على الكائن اللي هو الاصلي اللي انا مش عايز يتعدل عليه، انا عايز بس اخد نسخه منه. بعد كده انا عندي دلوقتي 2 دي اف تي 1 ودي اف تي 2، اللي هو دي اف تي 1 بتاعت الايمج ودي اف تي 2 بتاعت الكيرنل بتاعتنا. بعد كده بقول بهضرب الكيرنل في الاثنين كيرنلز دول في بعض، اضرب الاثنين فريكوينس دومين دول في بعض. فانا بعمل ماتريكس دبل دي اف تي بتساوي دي اف تي 1 دوت كوبي بلانك، انا باخد بس الابعاد بتاعه الدي اف تي 1، هي نفسها نفس الابعاد بتاعه الدي اف تي 2. بدل ما اقول مثلا نيو ماتريكس كده، انا دي اف تي 1 دوت كوبي بلانك وخلاص. بقول هنا سي في انفوك دوت مول سبيكترمز دي اف تي 1 اضربها في الدي اف تي 2 وطلعها في الدي اف تي، والمول سبيكترمز تايب دوت ديفولت بيضرب لي كل element في بعض عشان يطلع لي الصورة اللي معمول لها blurring في الفريكوينس دومين. ننزل تحت. بعد كده بقول هنا ايه، بعمل كده خلاص انا ضربت الاتنين فريكوينس دومين دول في بعض، انا عايز ارجعهم بقى الاصلية بتاعتهم. فانا بقول matrix double inverse بتساوي new matrix double org dot rows org dot columns 2 org dot rows، انا برجعهم الاتنين بعملهم انفيرس، فانا بستقبلهم في اتنين ماتريكس زي اللي احنا اتعلمناها في الانفيرس. بقول هنا سي في انفوك ديت دي اف تي، اللي هي الدي اف تي ده ناتج الضرب بتاع الكيرنل والايمج بتاعتنا في الفريكوانس دومين، برجعها في الانفيرس. بعد اقول دي اكس تايب دوت انفيرس وزيرو. دلوقتي بقى نفس الحكايه اللي هو اللي احنا شرحناها قبل كده، اللي هي الانفيرس اللي انت بتعمل سبليت للاتنين، بعد كده بعمل ماجنتيود بتاعت القيم اللي موجوده في التو ماتريكس دول، بعد كده اعمل لهم نورماليزيشن، بعد كده بحولها لي ريز دوت بايت عشان اقدر اعرض الصوره بتاعتي. تعالى كده نعمل رن. انا نسيت انا بعرض الصوره اللي معمول لها بلورنج. طب ماشي، طب انا هعدل فيها كده واجي هنا بس انا ضفت اللي انا الصوره الاصليه بتاعتي والريز دوت كونفرت دوت جراي بايت عشان الصوره اللي هي معمول لها بلورنج. ادي الصورة اللي معمولها بلورنج وادي الصورة الأصلية. فبس هو ده كان الفيديو بتاع النهاردة يا جماعة، أرجو إن يكون الفيديو نال إعجابكم. لو عجبك الفيديو دوس لايك، لو معجبكش حط لايك، كلنا لو معجبكش ليه. ممكن حد جه سألني قبل كده، حد سألني إمبارح تقريبا
كانت كاتب لي على الاكونت بتاع الفيسبوك اللي هو الفوري على الفورير ترانسفورم. الفورير ترانسفورم هو يعني بيسأل هو انا استفاد منها في ايه وكده. بيقول لي الديب لور ايه اللي هو الديب لور، انا هستخدمه في ايه. انا شرحت قبل كده الديب لور ان هو ان انا بعيد الصوره اللي انا معمول لها بلور. يعني الصوره دي انا معمول لها بلور، انا مش معايا الصوره الاصليه بس انا معايا الصوره اللي بعد ما اتعمل لها بلورنج. فانا بحاول بالديب لور دي انا بعكس الكيرنل بتاعتي. يعني بدل ما تكون الكيرنل بتاعتي الكيرنل دي الكيرنل بتاعتي طب صح، طب كويس ان احنا افتكرنا ان احنا نعمل اللافلوس نعملها برضه بالمره. خلينا بس نروح لها دلوقتي. انا بعكس الكيرنل بتاعتي، عمليه العكس دي الكيرنل اللي بتطلع اللي هي الكيرنل المعاكسه او المضاده للبلورنج دي اسمها الوينير فلتر. هنشرحها ان شاء الله قدام. بس مش عايزك تشغل بالك بيه دلوقتي. بس هو بيحاول يرجع لي الصوره مش بنسبه تقريبا 100%، ساعات بيرجعها ب 100% بس يعني بيرجعها بنسبه كويسه، يعني ان انا اقدر اشوف الصوره تاني بقى قبل ما كانت تعمل لها بلورنج. تعالى كده نشوف اللابلاس نقلك دول كده. اللابلاس اللي هو العادي جدا اللي هي الكيرنر بتبقى اللي هي السنتر بيكس بتاعتها بتبقى رقم 4 اللي هو السي واي والسي اكس. هنا بحطها برقم 4 وتبقى يمينها وشمالها وفوقيها وتحتها بيبقوا سالب 1 اللي هي حوالين 4، وباقي الكيرن تكون بصفر. بقى ناقص من السي واي هنا 1 وبزود عليها 1 وبحط سالب 1 في الاثنين، وكذلك بالنفس للاكس. تعالى كده نعمل راوند ونشوف. دي الصورة بتاعت اللابلاس اهي، ودي الصورة بتاعت الصورة الأصلية. ممكن بقى مش لازم مش لابلاس، ولازم ممكن تعمل بالصوب اللي ممكن تعملها بالصوب الإكس والصوب اللي هو اللي هي الجريدينتس بتاعت الإيمج. براحتك بقى تحط أي كيرنل زي ما أنت عايز، هي نفسها بتاعت الكيرنل بتاعت السبيشال دومين. فبس هو ده كان درس النهاردة يا جماعة. بس